صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صلاة التطوع في النهار إذا صليت 4 ركعات بسلام واحد، هل يكون فيها تشهدان أم تشهد واحد؟ لا، تشهد واحد، لكن الأولى أن تصليها مثنى مثنى، لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأحسن أنك تصليها مثنى مثنى في الليل وفي النهار. لكن لو أخذت بقول بعض العلماء أن وجود تطوع بأربع جميع يسردها ويسلم في آخرها فلا بأس بذلك. نعم.